صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من قال لزوجته في طهر لم يجامعها فيه: إن خرجت من الدار فأنت طالق، فخرجت في طهر جامعها فيه. يقول: لو قال لزوجته في طهر لم يجامعها فيه: إن خرجت من الدار فأنت طالق، فخرجت في طهر جامعها فيه، فهل هذا الطلاق سني أم بدعي؟ هذا طلاق سني، لأنه علقه على الطهر. إيش السؤال؟ يقول: إذا قال لزوجته في طهر لم يجامعها فيه: إن خرجت من الدار فأنت طالق، فخرجت في طهر جامعها فيه، فهل هذا الطلاق سني أم بدعي؟ يعني الفعل حصل في طهر جامعها فيه، أما التعليق فهو حصل في طهر لم يجامعها فيه. الحكم للوقوع، الحكم لوقوع الشيء، فهو طلاق بدعي على هذه الصورة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من طلق زوجته، لو قال إذا طهرت وجامعتك فأنت طالق، فلعلقه على بدعة، علقه على طلاق بدعي. نعم.